لسه مع المتابعات الحكومية للمشروعات اللي بتنفذها الدولة. النهاردة وزير الإسكان تابع الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية والخدمية المتنوعة الجاري تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة، وهي إحدى مدن الجيل الرابع وتعد نافذة الدلتا السياحية، وتضم أنواع الإسكان المختلفة وتشتمل على جميع الخدمات اللازمة. علشان نعرف حجم العمل وما تم إنجازه في مدينة المنصورة الجديدة، معانا على التليفون مهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة مشرف على مدينة المنصورة الجديدة. دكتور أهلا بيك، وعايزينك تكلمنا عن حجم العمل في مدينة المنصورة الجديدة وإيه الوحدات السكنية اللي تم الانتهاء من تنفيذها في المشروعات المختلفة. مساء الخير يا فندم، كل سنة وانت طيب. ازاي؟ أهلا بيك. طبعا بالنسبة حضرتك للمنصورة الجديدة، احنا طبعا مركزين في المرحلة الأولى. المرحلة الأولى دي بتضم 19,000 وحدة سكنية بمختلف أنواع الإسكان. عندنا في اسكان متميز ودي مساحته حوالي 94 متر، ده فيه 1392 وحده. عندنا طبعا ده موجود، طبعا ده للشباب. في بالنسبه للسكن مصر ده اعلى شويه، مساحات من 115 ل 118. عندنا حوالي 4704 وحده سكنيه باجمالي 196 عماره. طبعا كل الكلام ده شامل اللاندسكيب والزراعات، والحمد لله احنا انجزنا فيها يمكن بنسبه 100% الحمد لله. شغالين في جنة ده اعلى شوية اللي هو من مساحات ل 100 المتر داخل الكومباوند نفسه، من 100 ل 150 متر، ودي عمارات يمكن عندنا حوالي تقريبا من 468 عمارة، يعني حوالي 11232 وحدة. واحنا قطعنا فيهم شوط كبير جدا وشغالين في الزراعات واللاندسكيب والطرق، ده بالاضافة الى منطقة الفيلات، والحمد لله برضو انجزنا فيها. عندنا فيلات في كلاسيك وفي مودر طبعا بمختلف المساحات الحمد لله. طبعا بالإضافة إلى كورنيش، معمول تخطيط على كورنيش على أعلى مستوى، ده كمنطقة ترفيهية بطول 4 كيلو و200. دي المرحلة الأولى، لأن زي ما طبعا عارفة حضرتك إن المنصورة الجديدة أربع مراحل إحنا بننفذ في المرحلة الأولى، والبحر على طول البحر المتوسط بطول 15 كيلو، وفي موقع مميز جدا مدينة المنصورة الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع، على أساس إن كل البنية التحتية اللي موجودة نظام سمارت سيتي، يبقى أي مواطن مع أبلكيشن ده طبعا من خلاله بيكون بيسهل حياته اليومية، سواء في الخدمات أو معلوماته عن المدينة، سواء من الناحية العقارية أو من الناحية التسويقية. طبعا ده بالإضافة إلى أن سمارت سيتي دي طبعا في مبنى السوق سي، طبعا دي بيتابع كنقط مراقبة على مستوى المدينة، أن المدينة طبعا بتناقب براءة المراقبة. ده بالإضافة للأعمدة الذكية، وإلى أن البنية التحتية من شبكات مية وصرف وكهرباء، ده بتتعرف ايه حجم المشاكل اللي فيها وايه المشكلة وتوقعاتها قبل ما تتم، بتعرف من خلال الشاشات اللي هو على الانترنت. طبعا احنا الحمد لله انتهينا من البنية التحتية بالكامل وشغالين في، وطبعا كطرق وانجزنا نسبة طرق عالية جدا فيها الحمد لله. يمكن احنا منتظرين ان شاء الله في الافتتاح قريب باذن الله. ده طبعا لان المدينة بتنشأ جميع خدماتها ماشيين بالتوازي في الخدمات. انشأنا 8 اسواق تجارية، طرحنا سوق تجاري الحمد لله يعني حقق عائد كويس جدا، وده له مردود كويس جدا على المدينة. ده بالإضافة إلى أن اتبنى فيه المساجد وفي قطع مخصصة للكنائس، وطبعا في مركز طبي وفي 2 مدرسة تعليم أساسي. ده طبعا بالإضافة إلى مبنى الإداري اللي هو مبنى الجهاز. الحمد لله طبعا عندنا أول مرة تنشأ محطة تحلية في منطقة الدلتا بالكامل، محطة تحلية بطاقة 160,000 متر مكعب في اليوم. احنا شغالين في المرحلة الأولى منها بطاقة 80,000 متر مكعب في اليوم، ودي ان شاء الله هتشتغل قريب باذن الله، تضخ في داخل الشبكة الى المباني مباشرة. الحمد لله انتهينا من شبكة الكهرباء، محطة محولات الكهرباء دي برضو الحمد لله فيها. اهم نقطة حضرتك ان احنا نتكلم عليها جامعة المنصورة الجديدة اللي بدأت تستقبل الطلبة. عندنا جامعة المنصورة الجديدة منشأة على، يمكن احنا شغالين في 8 مباني باستثمارات فيها كافة انواع، فيها اكتر من 24 برنامج، كليات الطب الاسنان وطب وصيدلة وطب بشري وهندسة. فالحمد لله يمكن ده شيء يعني يدي مردود ايجابي للمدينة، ان جامعة المنصورة الجديدة بتبتدي السنة دي وبدأت فعلا تستقبل الطلبة، وده طبعا ده كويس جدا بالنسبة للمدينة. طيب لأي مدى قدرتوا أنكم يعني تنجحوا في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتوفير سكن لكل مواطن في مصر يا باشمهندس؟ هو طبعا بالنسبة طبعا لتوجيه التوجيهات الرئاسية، واللي السيد معالي مجلس رئيس مجلس الوزراء والسيد الوزير والسادة رؤساء النائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية، طبعا كل الناس لها مجهوداتها،
ولها توجهاتها في ان احنا الحمد لله تعاقدنا مع شركات قويه جدا، التزمنا بالبرامج الزمنيه اللي موجوده طبقا للبرنامج، والحمد لله قدرنا ان احنا نحقق المدينه. احنا المدينه الحمد لله دلوقتي شغالين فيها بقالنا 3 سنين ونص، يعني الحمد لله انجزنا المرحله الاولى 19,000 وحده سكنيه، ورا طبعا نتيجه المجهود الجبار اللي تم انجازه وتم تنفيذه انا وزملائي، ان احنا بنشتغل في خبرات موجوده، في مجموعه من الشباب موجوده. مدينه كان فيها اكتر من 30,000 عامل يوميا، ما بين مهندس وما بين فني وبين عامل من مختلف الصناعيه. ده الحمد لله كنا بنشتغل من 7 صباحا الى 11 مساء، يعني كانت تصل الامور الى حد 11 مساء، فكنا بنتواصل العمل ليل ونهار لتنفيذ البرنامج الزمني للمدينه لانشائها والانتهاء منها. والحمد لله احنا نجحنا الحمد لله فيها بنسبه كبيره جدا، وان احنا ان انا سعيد ان احنا ان جامعه المنصوره الجديده بدات، وان ده انا بهني شعب ابناء الاهليه والمحافظات المجاوره بان المدينه دي مدينه ممتازه ومميزه وموقع جغرافي ممتاز جدا، وهي بتلبي احتياجات كافه المواطنين على مستوى البلد. ممتاز. طب حضرتك كلمتنا عن الخدمات، عايز اتكلم على ربط المدينه بشبكه وخطوط المواصلات، يعني لتسهيل الانتقال كمان. طبعا مدينه المنصوره الجديده لما جم اختاروا القياده التدريجيه تختار موقعها، اختار موقعها بعنايه جدا، فهي اولا بتقع على الطريق الدولي مباشره من اللي جاي من بورسعيد الى السلوم، بيحدها على البحر المتوسط بطول يمكن 15 كيلو، وده اهم ما يميزها. بتربطها مدينه الدقهليه على بعد 50 كيلو، وده طريق رافد جمصه المنصوره الجديده. المنصوره ده رافد جمصه الحمد لله تم تطويره، ودي طبعا بيسهل جدا حركه المرور. بتبعد عن مدينه دمياط الجديده حوالي 18 كيلو، وبتبعد تقريبا عن كفر الشيخ ابلطيم حوالي يمكن 18 كيلو. فطبعا هي اذا في شبكه طرق موجوده انها بتربطها المحافظات المجاوره، وده طبعا بيسهل ليها التنقلات وسهوله المواصلات بينها وبين المحافظات المجاوره. يعني نقدر نقول ايه، مواصلات عامه ولا شكل المواصلات ايه يا باشمهندس؟ لا طبعا مواصلات عامه بصفه مواصلات عامه ومواصلات سهله، ان انا مثلا لما اكون عاوز اجي من الدقهليه اجي المنصوره الجديده الطريق ده 50 كيلو، يعني كان يتعدى مثلا 3 ارباع ساعه، وقال 3 ارباع ساعه اكون في المنصوره الجديده. الدمياط ابناء الدمياط جمص ودمياط الجديده كل دي طبعا متنقله ليها، لان المدينه مش هتبقى مدينه سكنيه فقط بل بالعكس هي مدينه فيها كل الخدمات، هيبقى فيها مدينه ناس هتشتغل في المدارس، هيبقى في مولات تجاريه، هيبقى في عندي منطقه صناعيه موجوده في المدينه في الجنوب، اذا هتشمل كلها، مش موضوع ان الناس هتيجي تسكن، هيبقى فيها تنقلات مواصلات ما بين المحافظه وبين هنا، ويبقى فيها اقامه كامله فيها كل خدمات المواطن اللي هيقعد. هل تم فتح باب الحجز للمواطنين لمشروعات الاسكان المختلفه ولا هيتم هيتم الاعلان عنه قريب ولا ايه؟ الحمد لله احنا طرحنا تم الحجز سواء في سكن مصر او في جنه او في الفيلات، واحنا الحمد لله احنا وصلنا نسب حجز الى ممتاز. الاقبال اخباره ايه؟ قريب. الاقبال والحمد لله الحمد لله الاقبال كويس جدا ان شاء الله، وفي توقعات ان الاقبال هيزيد اكثر في الفتره الجايه باذن الله بعد انتهاء المدينه بصوره جيده، وبعد ما بان التنسيق الموقع وبان الزراعات اللي فيها وبان الطرق وبين لما الجامعه اشتغلت، فطبعا ده كل ده هيدي اقبال للمدينه بصوره كثيفه ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا ليك مهندس محمد رجب رئيس جهاز تنميه مدينه دمياط الجديده والمشرف على مدينه المنصوره الجديده.